هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاكي يعني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه ثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه ثانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه ثانيه، حاجه ثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه ثانيه. صفصف. تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحالة. وقتنا ما صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. حاتم الساعة معك كام؟ معرفش يا صفصف. ما تعرفش يعني إيه؟ أصل الساعة مش معايا، الظهر نسيتها على الترابيزة. أروح أجيبها؟ تجيب إيه؟ الساعة؟ لا الترابيزة. بعدين فيك يا حاتم، مش وقت هزار، بس كده اتأخروا قوي. الله عندك حق، تقريبا كده اتأخروا يجي ربع ساعة. يبقى أكيد حصلت المعجزة، أكيد جيراننا أمين وسارة بطلوا خناق. مبسوطة يا أختي؟ أهو الموجه بدا بقرت كل يوم خناقة أمين وسارة. في نفس الوقت زعيق متبادل، أمين يعلي صوته، سارة تصرخ، أمين يسيب البيت، ينزل على السلم، يقترب من باب بيتنا ويخبط على الباب. أمين، شفت؟ خير يا أمين، مالك؟ ما أنت عارف يا حاتم، ما أنت عارف يا أخي، خناقة كل يوم وطلاق كل يوم. كل يوم طلاق؟ كل خناقة بينكم تبقى طلاق يا سارة؟ أعمل إيه بس يا صفصف؟ أعمل إيه؟ مش متفاهمين، مش مستريحين مع بعض، وأنا خايفة بصراحة عن نفسية العيال من كتر الخناق اللي بينا. العيال فين صحيح؟ بوديهم قبل الخناقة بساعة عند ماما. يا السلام، عاملين وقت للخناق، خناقة بمعاد وعلى الهواء مباشرة ومش مشفر. اهدي اهدي كده يا سارة وعقلي. خلاص يا صفصف خلاص، أنا مش مستريحة ولا هو مستريح، وشايفة إن الطلاق مريح للطرفين. حس كده بقى، يبقى نبدأ المفاوضات الثنائية برعاية صفصف وحاتم. دي بتهزر يا صفصف، يعني إيه مفاوضات ثنائية؟ أيوة، يعني أجيب ترابيزة السفرة وأحط علم أمين على اليمين وعلم سارة على الشمال وأعزف السلام الوطني لكل واحد فيهم؟ عيبك يا حاتم إنك مش حضاري، مالكش في الدبلوماسية. أيوة يا ستي، ما إيه؟ مالكش في الدبلوماسية. ماليش في الدبلوماسية؟ أيوة. طب اطبخيها أنت بس وجنبها حلة رز بشعرية كده وأنا أخلصها لك كلها. مين اللي بيهزر فينا دلوقتي؟ ها؟ مين؟ أمال أنت شايف مفاوضات الطلاق بين أمين وسارة تمشي إزاي؟ بسيطة جدا. إيه؟ يكون راعي المفاوضات دي الواد كنك القهوجي. يا أمين، يا أمين، أنت لغاية دلوقتي مكلفني 3 فناجين قهوة و2 شاي وشيشة، ولغاية دلوقتي مرستش على بره. هتدي مراتك حقوقها بعد الطلاق ولا لأ؟ طبعاً يا حاتم، طبعاً هديها حقوقها، هنشوف لي شقة أسكن فيها، هنتفق على مبلغ كل شهر أدهولها. تصدق يا أمين أنت تخنت في نظري، عشان كده هقولك على نصيحة. قول يا حاتم، منك نستفيد. ادي سارة مراتك كل حاجة
كل عام، بس اوعى تفرط في الانبوبه. ايوه هتنفعك قوي في المشاريب الكتير اللي انت بتشربها دي بدل ما تغرمنا انا. والان ايها المتزوجين والمتزوجات، المتخانقين والمتخانقات، العصبيين والعصبيات، تبدأ مفاوضات الانفصال الهادئ بين أمين وسارة. تصفيق. تصفيق يا صفصف؟ أيوة. تصفيق إيه وانت داخل انتخابات؟ اسمع يا حاتم، مش معنى إن دي قعدة طلاق يبقى نتخلى عن البروتوكولات. ست انت محسساني إن التلفزيون بيصور. يلا يا جماعة، يلا يلا نخش في الموضوع على طول. للأسف يا حاتم العشرة بينا بقت مستحيلة. فعلا، ورغم قسوة القرار لكن ساعات الطلاق بيبقى هو الحل السليم. الظاهر ان دي هي الحاجة الوحيدة اللي احنا اتفقنا عليها انا وسارة. انا طبعا ملتزم اني ادي سارة كل حقوقها، ما تنسوش طبعا انها ام اولادي برضو. شكرا يا امين. طب والتأمين صحيح هو لسه ما تطبقش، بس لازم تعمل حسابك. تأمين ايه؟ تأمين ايه؟ تأمين على الحريق؟ التأمين ضد مخاطر الطلاق. انتم ناسين ان سيادة الرئيس صدق على القانون رقم 155 لسنة 2024 اللي بوافق على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، وده بيلزم الزوج يدفع مبلغ تأميني تحت بند التأمين ضد مخاطر الطلاق لحماية المرأة المطلقة من أضرار الطلاق الاقتصادية. يا أمين، هتدفع التأمين يا أمين؟ ايه؟ بس لما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون يا سارة. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار انت لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. شخلي جيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، بطوله حلمي فوده، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف، تاليف احمد الاصلي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.